قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وذريته ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم بك نستنصر فانصرنا، إليك نلجأ فلا تطردنا، عليك نتوكل فاجعلنا لديك من المقربين. اللهم حبب إلينا لقاءك، وسهل علينا قضاءك، وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. آمين آمين. عباد الله، رأينا في الجمعة الفارطة اسم الجلالة الخافض، ونحن اليوم بحول الله وقوته مع الرافع جل جلاله. فما هو معنى الرافع؟ الرافع في الاشتقاق ديالو، واللغة العربية فيها اشتقاقات، كلمة فيكون عندها اشتقاقات تشتق منها، فالاشتقاق ديال الرافع جات من الرفع، وتقولوا ارفع شي حاجة معنى علاها، وسيكون الرفع في الحوايج اللي هي تكون حسية مادية، بحال قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وسيقد يكون الرفع شي حوايج معنوية، بحال الرفع من المكانة والشرف والسمعة والمجد، ومن قول الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عباد الله، حتى نبدأ نفكروا في الكون، تنشوفوا العلامات والآيات في المخلوقات اللي تتعرفنا بالصفات ديال الخالق سبحانه وتعالى، وإلا عرفنا الصفات تنعرفوا الموصوف. عباد الله، من خلال الصنع ديال الله عز وجل تندركوا حق الإدراك أن الصانع سيملك القدرة ولا الصفة اللي مكنته من الفعل ديال شي حاجة اللي صنعها. فهذه السماء التي فوقنا نجد أن الحق جل جلاله من الرحمة ديالو واللطف ديالو بالعباد ديالو أنه سيرغبهم باش يتفكروا هذاك الخلق والشكل ديالو اللي هي السماء. وسيقول سبحانه وتعالى في سورة الغاشية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. واش هاد الناس ما ينظروش الكيفية ديال الرفع ديال هاد السماء؟ فيا عباد الله، هذه السماء فوقكم تنشوفوها، واش نظرنا لها ولا لا؟ أولا، واش وضعنا هذا السؤال على أنفسنا وأنتم تتفكرون في خلقها؟ كيف رفعت؟ من ذا رفعها بلا عمل؟ ومكر فيها النجوم بلا عدد، وجعل فيها هذه البهجة وهذا الجمال وهذا الإيحاء: إنكم لم ترفعوها
ولا أحد يدعي في العالم رغم مكانته وعلمه أنه رفعها، وهي لم ترفع نفسها، فلا بد لها من رافع ولا بد لها من مبدع. إن الأمر عباد الله ما تحتاج العلم ولا إلى كد ذهن نتسعر ديالو، فالنظرة الواعية وحدها تكفي. إن لسان حال سيقول إن الذي رفعني هو الرافع جل جلاله. قال تعالى في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال عز من قائل في سورة لقمان: خلق السماوات بغير عمد ترونها. إن الله جلت قدرته عباد الله جل باسمه الرافع، ارفع السماء بغير عمد. قال تعالى في سورة الرحمن: والسماء رفعها ووضع الميزان. فيا عباد الله، إن بالنظر والتفكر في السماء تيدرك المرء وتيشوف وتيتوصل الحقارة ديالو والضآلة ديالو والدلة ديالو والضعف ديالو أمام هذا الخلق العظيم. كما تيدرك العظمة ديال الرافع جل جلاله، لأن عظمة الله تتجلى في عظمة خلقه. لهذا تلاحظ الحق عز وجل هو تيخاطب الكفار لتيغتروا بالقوة ديالهم فيردهم إلى شيء من مظاهر القوة الكبرى في هذا الكون الذي لا تبلغ قوتهم بالقياس إليه شيئا، وتيقول لهم في سورة النازعات: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. إنه استفهام ما تيحتمل إلا إجابة واحدة تتضمن تسليم اللي ما تيقبلش الجدال. فإذا كانت السماء هي أشد خلقا منكم، فما الذي يغركم من قوتكم؟ والسماء هي أشد خلقا منكم، ما الذي يغركم من قوتكم؟ والذي خلق السماء ورفعها بلا عمد ولم ير فيها شقوق هو أشد منها. هذا هو الجانب الأول من الإيحاء ديال هذه الآية: أنتم أشد خلقا أم السماء؟ والله عز وجل يخاطب وحد اللي تغتروا بالقوة دياله ونساوا القوة العظمى ديال الله عز وجل الرافع اللي رفع السماء هذه، وما كاينش شي واحد يقدر يجيب شي مثيل لها. هذا الإيحاء الأول. أما الإيحاء الثاني من هذه الآية: إلا كان السماء بلا جدال هي أشد خلقا من هذا الإنسان الضعيف، فقولوا لمن لا يفكر في البعث، قولوا للذين ينكرون قدرة الله على إعادة خلق هذا الإنسان الضعيف بعد أن يصبح رميما، ما الذي تستصعبونه من أمر بعثكم؟ وهو خلق السماء وهي أشد من خلقكم، وبعثكم هو إيجادكم بعد أن تموتوا، ما الذي يستصعب على الله عز وجل؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى هو اللي خلق السماء المتماطرة النجوم والتي هي أشد خلقا منا، شكون اللي غادي يصعب عليه باش هذا الإنسان الضعيف اللي غادي يموت واللي رميم باش غادي يعاود الخلق ديالو؟ فالآية الأولى فيها إيحاء على أن الله الذي خلق السماء وهي أشد قوة من الإنسان هو قوي من خلال قوة صنعه، فهو قوي أكثر من قوة الظلمة الذين نسوا قوة الله فطغوا في الأرض وتجبروا فيها وعاتوا في الأرض فسادا. والإيحاء الثاني هو أنه سبحانه وتعالى إذا كان قد خلق السماء وهي أشد خلقا من الإنسان فإن إعادة خلق الإنسان هي أهون عليه سبحانه وتعالى، فلماذا نكران البعث؟ وهو خلق السماء وهي أشد من خلقكم، وبعثكم هو إعادة لخلقكم، والذي بنى السماء وهي أشد قادر على إعادتكم وهي أيسر. وبدكشي اللي رفع الله عز وجل ما شرفع غير السماء فقط من الأمور الحسية، رفع كذلك الغمام. إذ رفع سبحانه وتعالى على متن الهواء، قال عز وجل في سورة النور: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركابا. وقال عز وجل في سورة الروم: الله الذي يرسل الرياح فتثير السحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. كما أن الرافع سبحانه وتعالى لم يرفع السماء فقط
ولم يرفع الغمام فقط، بل سبحانه وتعالى رفع الطيور في الفضاء. قال عز وجل في سورة النحل: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إن في ذلك لعلامات على عظمة الله وقدرته وعلى ارتفاعه وعلوه لقوم يؤمنون. قوم يستعملون وسائل الإدراك فيدركون عظمة الله من خلال عظمة خلقه. وقال عز وجل في سورة الملك: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. تشوفوا هذه الآيات الله عز وجل التي يحثنا باش نستعملوا على الأقل هذه الوسائل ديال الإدراك اللي اعطاهم الله عز وجل. أفلا ينظرون أولم يروا ألم يرى قل شيئا يتعلق بحاسة متعك الله عز وجل بها يا عبد الله لتدرك بها عظمة الله عز وجل. فهنا عباد الله، قال عز وجل في سورة النحل: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال عز وجل في سورة الملك: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض. شوف هذا الطير هذا اللي فوق منك، ومن خلاله شوف العظمة ديال الله عز وجل. ما تكونش عندك نظرة ديال البهائم اللي هي نظرة عابرة لا تتفكر في خلق الله عز وجل، بل انظر نظرة اعتبار ونظرة تفكر ونظرة تدبر لترى عظمة الله عز وجل من خلال عظمة خلقه سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، هذه بعض المخلوقات اللي تدخل في إطار الرفع الحسي واللي تدل على القدرة والعظمة ديال الرافع جلت قدرته وعظمته. ورحم الله من قال: ولعل ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك. إلا أنه لا يستفيد من هذه الآيات إلا الذي لم يعطل ملكة العقل ووسائل الإدراك، ذلك الذي يتفكر في خلق هذا الكون فيقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فليدرك العظمة ديال الرافع من خلال ما رفع رفعا حسيا، فيرفع الله سبحانه وتعالى رفعا معنويا. ومن لم يدرك الله عز وجل يذله ويخفضه سبحانه وتعالى ويجعله أحط من البهائم. وهذا واحد النموذج سقلنا الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من هذوك اللي عطلوا الوسائل ديال الإدراك، فأذله الله سبحانه وتعالى وخفض من قيمته بدل أن يستفيد من هذه الوسائل وترتفع قيمته، وحرم من منحة رفع المكانة المعنوية في وسط القوم في الدنيا وفي الآخرة حسيا ومعنويا. قال تعالى في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. إنسان أعطاه الله وسائل الإدراك ليرتفع بها في هذا الكون وليكون السيد هذا الخلق، فإذا به اتبع هواه وأخلد إلى الأرض، فشبهه الله بالكلب فقال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وبعد ذلك أتانا الله عز وجل بقاعدة عامة في عاقبة الذين عطلوا وسائل الإدراك فقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. لماذا يا ربي؟ لماذا أدخلتهم النار واستحقوا عقاب الجبار؟ فيعطينا الله الجواب فيقول: ولقد لهم قلوب لا يفقهون بها. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين
لا يبصرون بها، وزعما ما تيشوفوش، تيشوفوا ولكن تيشوفوا غير الحرام، ما تيشوفوش الآيات الله عز وجل اللي فيها العظمة ديال سبحانه وتعالى. فاستحقوا أن هذه الوسائل ديال الإدراك اللي ما نتابعوش بها أول ما يعاقب فيهم هو ذلك القلب الذي هو ملك الجوارح. لهذا قال الله عز وجل: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ذلك الفؤاد الميت المعطل الذي لم يقل بلسان حاله ومقاله بعد أن يتدبر في العالم فيقول: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ولم يدعو الله عز وجل فإذا به استحق عقاب النار. فقال الله عز وجل: ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. أضل من الأنعام، لأن الأنعام حتى الخلق ديالهم قال لهم الله عز وجل العينين في الجناب باش يشوف ذاك الماكلة اللي تياكل، أما حنايا درنا العينين في هذا المكان باش نشوفوا الكون ونتدبروا في آيات الله عز وجل. فلهذا الإنسان اللي ما استعملش هذه الوسائل هو أضل من الأنعام، أولئك هم الغافلون. فيا عباد الله، كل واحد منا بغى يعرف المرتبة دياله عند الله، واش هو من هذوك اللي رفعهم الله سبحانه وتعالى، ولا هو من هذوك ممن أخلد إلى الأرض واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولذلك مقياس يراه كل واحد في نفسه. فإذا كانت المشاهدة ديال هذا الإنسان كل واحد فينا مرفوعة على المحسوسات المتخيلات، وما تتكونش غير هذه الشهادة اللي تتشابه فيه مع البهائم، وكانت الإرادة دياله مرفوعة على الذميم ديال الشهوات، هذا علامة بأن الله عز وجل رفعه إلى أفق الملائكة المقربين. أعطانا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز نماذج من هذا كل رفع المكانة ديالهم، لأنهم استعملوا الوسائل ديال الإدراك ودركوا العظمة ديال الله عز وجل وعبدوه مزيان حسب الطاقة ديالهم والمستطاع ديالهم. أعطانا نماذج لنتخذهم لنا أسوة. فقال في حق نبي الله إدريس عليه السلام: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيئا ورفعناه مكانا عليا. وقال عز وجل في حق سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع من ذكر الله فرفع الله من ذكره. لقد رفع الله ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، ارفعوا في الأرض، ارفعوا في هذا الوجود جميعا، ارفعوا فاجعل الاسم دياله مقرون باسم الله كلما تحركت به الشفاة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا يجوز أن نقول لا إله إلا الله وحده، لا بد من قول محمد رسول الله. فهنا هو رفع لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بعد هذا رفع، وليس وراء هذا منزلة، وهو المقام الذي تفرد به صلى الله عليه وسلم دون سائر العالمين. رفع الله ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في اللوح المحفوظ حين قدر الله أن تمر القرون وتأتي الأجيال وملايين الشفاه في كل مكان تهتف بهذا الاسم الكريم مع الصلاة والتسليم والحب العميق العظيم. كما رفع الله الذكر ديال الأمة اللي أمرت به، ما نقولش حنا الأمة ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غير بسمية، في خص الاتباع والاقتداء، أما القول باللسان فلا يكفي. لهذا جاء في الحديث أنه يوم القيامة تأتي الأمة التي تدعي أنها من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفيها علامات الوضوء، فيراها الرسول صلى الله عليه وسلم فيستبشر بها خيرا، وهي تريد أن ترد عليه الحوض لتشرب منه شربة لا تظمأ فيها بعدها أبدا. فإذا بالملائكة تقف دون تلك الأمة فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، وهو رحيم بها في الدنيا وفي الآخرة. فتقول الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدثت أمتك بعدك. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا. تعراوا العيالات ورجال كلاو الربا، ولات القطيعة ديال الرحيم، والمناكر كترات، والفسوق والفجور، ولينا أحق من الكفار، والكفار ولاو أكثر منا مكانة رغم أنهم صاروا البريئة. فبماذا نعتبر أمة سيدنا محمد؟
فالذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم واقتدوا به ونصروه سيرفع الله من شأنهم، لأنه هو الرافع كما رفع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا استنت بسنته وصارت على دربه وعلى رأس هؤلاء الذين فعلوا ذلك الأولياء من هذه الأمة والأصفياء. فالرافع إذن هو الذي رفع مقام الأولياء في الحياة بسطعهم بخضوع القلوب لهم واحترام الناس لأشخاصهم ولو كانوا فقراء ضعفاء. والرافع جل جلاله هو الذي يرفع من تولاه إلى أفق المقربين، كما أنه سبحانه هو الذي يرفع الأبرار بالإجلال في الجنة دار السلام، وهو الذي يرفع الأولياء فينصرهم على الأعداء ويرفع الصالحين إلى أعلى عليين. قال تعالى في سورة غافر: رفيع الدرجات ذو العرش. فيا عباد الله، فيا عبد الله، ويا أمة الله، إلى بغى شي واحد فيكم باش يرفع الله عز وجل من شأن الدنيا ديالو قبل الآخرة، أش يدير؟ عليه أن يكون مؤمنا أولا، وذلك بالتحلي بشعب الإيمان، وعليه أن يطلب العلم ثانيا، وعليه أن يصاحب أهل الإيمان وأهل العلم ليتأثر بهم، فإن الطباع تجلب الطباع، فاختر لنفسك من أطاع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. لا بد من هذه الأمور ليرفع الله من شأنك وليرفع الله من شأنك يا أمة الله، وليتأسى بهم بهؤلاء الصالحين كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الحق عز وجل في سورة المجادلة وهو يبين لنا الوسائل التي رفع الله بها أقواما، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عباد الله، نتحدث عن الرافع ونعيش هذه الأيام جامعة، أو ما يسمى بالدورة الخامسة للجامعة الصحوة الإسلامية، وعقدت البارحة واليوم، وجاء العلماء من أقصى الأماكن ليتحدثوا عن المرأة وحقوقها وواجباتها، وطلب إلى الخطباء بأن يتحدثون عن ذلك في خطبهم اليوم. فما علاقة الرافع بالمرأة والرفع من شأن المرأة؟ الجواب على ذلك نستمع إليه في الخطبة الثانية بعد جلسة الاستراحة. فنسأل الله عز وجل أن يرفع من شأننا وأن يذل أعداءنا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى الصحابة الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قلنا عباد الله، البارحة واليوم علماء يتحدثون عن حقوق المرأة وواجباتها في الإسلام، وكل يدلي بدلوه، والخطباء يتحدثون في ذلك اليوم، وكل يحلل المسألة من منظاره ومن موقعه. فهنا ما علاقة هذا الموضوع باسم الرافع جلت قدرته؟ هنا عباد الله، هنا عندما نتحدث عن المرأة ونقول لا بد من رفع شأنها ومكانتها، فهنا إن الموضوع هنا يوافق اسم الجلالة الرفيع. وأقول إنه لا رفعة للمرأة مهما ذكر لها العلماء من مبادئ الدين الإسلامي، إنها إن لم تتمسك هي بالسبيل الكفيل لرفع شأنها. لهذا أقول لكل امرأة ولكل فتاة: إن الرفعة لا تتأتى بالكلام وإنما بالممارسة الفعلية. لهذا على كل امرأة وعلى كل فتاة أن تطرح هذا السؤال على نفسها وهي تحاسب نفسها في الدنيا قبل الآخرة: أشنو الحظ ديالي من هاد الدين الإسلامي؟ واش الحظ ديالي هي السمية سميتي عيشة ولا فاطمة؟ واللبس مخالف للإسلام؟ والعقيدة مخالفة للإسلام؟ والأخلاق مخالفة للإسلام؟
والسلوك من خلف الإسلام والمعاملات من خلف الإسلام، ما حظي من هذا الدين الإسلامي الذي تكفل لمرأتي بحقوق عديدة لم تحلم بها في أي عصر من العصور؟ ما مدى التزامي بتعاليم الله؟ كل حدث بدرسها، أشنو هو المدى الالتزام ديالي بالتعاليم ديال سيد ربي؟ هل انسقت وراء الشهوات وراء النداءات ووراء الكلام وراء كل نداء نودي إلي منه ولو كان على حساب عرضي؟ لا بد أن تطرح هذا السؤال على نفسها. ثم ما دوري في الإصلاح؟ شنو الدور ديالي؟ واش أنا غير تنقول راني صافي وكلا شاربة تنصلي فقط؟ لا، كل واحد خلق إلا وله دور في هذا الكون. سير ديال الصباط ديالك عنده دور، إلا ما عرفتيش دور ديالك أنت يا عبد الله في هذا الكون فالشي سعو، وهو السير ديال الصباط قيمته أكثر من قيمتك أنت. فلا بد من طرح هذا السؤال، ما دوري في الإصلاح؟ هل اكتفيت أثر الصالحات من قبلي اللواتي بعن أنفسهن وأموالهن لله عز وجل، أم أنني انزويت عن هذا الأمر وتركت الساحة فارغة للمفسدات يعثن في الأرض فسادا؟ إلى جلسية أيتها المؤمنة وجلسية أيتها الفتاة، أخويتي الساحة الفصيقات والفاجرات غادي يعمروها بالفساد وغادي يفتنوا، وذاك السنة ديال التدافع انقسم منها أصحاب الحق وبقي أصحاب الباطل، ولو كان أصحاب الحق ولو قلة فإن الله سينصرهم، لأن القليل يغلب الكثير، وقليل من الماء يطفئ النار وقليل من النار يشعل ويدمر نيرانا في غابة. فلو كان أهل الحق فعلا لانتصروا على أهل الباطل، فما دورك أنت أيتها المؤمنة في ذلك؟ لا يكن همك يا أيتها المسلمة هو المتاع ديال الدنيا الزائل، بل تسلحي بالعلم، لأن الله عز وجل لا يعبد إلا بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، تسلحي بالعلم النافع، وكوني امرأة دعوة تحببين للناس دينهم، كوني امرأة ديال الدعوة، تحاولي تدعي كل واحد، رجل، امرأة، كبر منك، صغر منك، كل واحد دعيه، تحاولين أن تحببي للناس دينهم، وتقفين في وجه الظلمة الذين يريدون من المرأة أن تكون متاعا يتندد بهن ويسري على دربهن كل فتاة أخرى اقتفت أثرهن. وسيري يا أمة الله، سيري على درب نفيسة وهي نموذج من النماذج العديدة. نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. ماذا حدث لهذه المرأة؟ وما هو موقفها؟ وما هي الأسباب التي فعلتها ليرفع الله من شأنها؟ جاء في أعلام النساء أنه لما ظلم واحد من الحكام سميته أحمد بن طولون قبل ما يولي عادل، استغاث الناس من ظلمه وتوجهوا لهذه المرأة، هذه السيدة نفيسة تشكي لها، فقالت لهم متى يركب؟ إمتى سيركب وسيخرج؟ قالوا في غد. فكسبت رقعة وقد مضت بها في طريقه وقالت يا أحمد بن طولون، فلما رآها عرفها فترجل عن فرسه وأخذ منها الرقعة وقرأها. الله عز وجل عندما يرفع الشخص مكانة الله في قلبه يرفع الله مكانته في قلب حتى الظلمة. فيا أيتها الأخت المسلمة، يا من يكذبون عليك بالمؤتمرات ويدعونك إلى العري وكشف العورة باسم التفتح، هل قالت هذه المرأة هذه فرصة باش تمينة باش غادي نلتقي بالحاكم باش نطلب ليه طلبات كثيرة ومنها تغيير أحكام الشرع لتنظر لها واحد نظرة ناقصة ويمنع مثلا تعدد الزوجات كما فعل الكثير من نسوة من بني جلدتنا في زمننا ويشجعن على الزنا؟ اسمعي أيتها الأخت المسلمة، ماذا كتبت امرأة ضعيفة في بنيتها قوية في إيمانها رفع الله من قدرها في قلوب الناس حتى هبوا يستنجدون بها وهابها الظلمة؟ إنها لم تستعطف حاكم البلد، ما قلت ليش الله يرحم الوالدين، ولم تهبه رغم ملكه وجبروته وسطوته، بل قالت في تلك الرقعة بكل يقين في الله الذي يرفع من يشاء ويذل من يشاء، ملكتم فأصرتم. خطبت الحاكم وقالت ليه ملكتم وسجنتم الناس، ملكتم فأصرتم.
وقدرتم فقهرتم، وليتوا قادرين وبديتوا تقهروا العباد، وخولتم فعسفتم، وتعطات لكم تخولات لكم مكانة وتعسفتوا على الناس، وردت إليكم الأرزاق فقطعتم. هذا وقد علمتم أن سهام الأسحار نافذة غير مخطئة، لا سيما من قلوب أوجعتموها، وأكباد جوعتموها، وأجساد عريتموها، فمحال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم. قلت لي حضراتك من واحد السهام ديال واحد الألسن، هذيك جوعتيوها وعريتيوها وضربتوها وقهرتوها، غادي تنوض هذيك الأجسام، غادي تنوض هذوك الأشخاص في الأسحار اللي تنزل الحق سبحانه وتعالى كما يليق به، وغادي تدعي الله عز وجل ما غاديش تنجاو من هذا الشيء. هذا محال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم، اعملوا ما شئتم. ولا زالت هذه الصالحة تتحدث مع هذا الحاكم الجبار، فقالت اعملوا ما شئتم فإنا صابرون، وجوروا فإنا بالله مستجيرون، واظلموا فإنا إلى الله متظلمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فعدل لوقته، كانت هذه الصالحة سببا في توبة هذا الرجل، فعدل لوقته. عباد الله، هذا هو الرافع جل جلاله، فما حظنا من هذا الاسم الجليل؟ إن حظنا جميعا من هذا الاسم الجليل هو أن نرفع الحق، وذلك بنصر المحق وموالاة أولياء الله، وإلا فلا نفع في عبادتنا. ما كافيش الصوب حيث تشوف شي واحد من عباد الله من أولياء الله جهر بالحق فتعدي عليه وظلم، فعليك أن تنصره، وإلا فلا فائدة في عبادتك، فستبقى جسدا بلا روح وشجرة بلا ثمار. ولذلك قال الله تعالى لبعض أوليائه: أما زهدك في الدنيا فقد استعجلت به راحة نفسك. قال الله في خاطب واحد من العباد اللي ما ادهاش اشوطاري واش يديروا الظلمة، قال لي الزهد ديالك في البلاد هذاك راه استعجلتي انت الراحة لنفسك، واما ذكرك اياي فقد تشرفت بي. اما ذاك الاكثار من الذكر اللي كثرتي منه هذا حصلك انت الشرف، لان من ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير من الملأ الذي ذكره فيه. فهل واليت؟ الحق عز وجل يتكلم مع ذلك العابد، فقال له: فهل واليت في وليا؟ وهل عاديت في عدوا؟ فيا عباد الله، هذا هو الرافع جل جلاله، يرفع المؤمن المهيمن قوما أمنوا فوق غيرهم درجات، فتراهم بهم نفوسا سكارى، داخلات في حكمه خارجات، ورأينا لديه فتيان صدق عاملوه بالصدق في فتيات. فهذا هو الرافع جل جلاله، فيا رب الأرباب ويا مكرم العباد رافع قدرهم، ذلوا إليك وأنت رب رافع، يا مسعدا مهج العباد بطاعة، يا خالقي أنت الكريم الرافع، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، وارفع من شأننا، وارفع إليك أعمالنا، اللهم ارفعنا فإنك أنت الرافع، اللهم ارفع من مكانتنا، اللهم يا ربي اهدنا إلى سواء السبيل، ولا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مكروبا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا متحيرا إلا ثبته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ويغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.